بنتها تركت هذه الدنيا وخلفت أولادا صغار، وهي توصي علي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، إذا أنا قضيت فلا بد للرجال من النساء، تزوج بعدي بابنة أختي أمامة واجعل لها يوما وليلة وللحسنين يوما وليلة، ولا تصح في وجهيهما فإنهما يصبحان يتيمين حاسرين. نعم، على هذه الحالة إلى أن ما ذكرناه بالأمس إلى أن قضت فاطمة. تقول أسماء: وإذا بفاطمة تقرأ القرآن وأنا أسمع القرآن بصوتها، ما مضت إلا ساعة وإذا بصوت فاطمة انخفض، انكسر قلبي، ناديتها من خارج الحجرة: يا فاطمة. ما أجابت: يا أم الحسن والحسين. ما أجابت: يا زهراء. ما أجابت. دخلت الحجرة وإذا بفاطمة ممددة نحو القبلة، كشفت عن وجهها وإذا بها ميتة على هذه الحالة. والله يا قلوب وبحن وهل يا دمعي، والله يا دمعي يا دمعي على اللي ماتت وتصرخ يا ضلعي. تقول: وإذا بالحسن والحسين قد أقبلا إلى الدار، وضعت لهما الطعام، كلا يا نور عيني، نظرا إلي وقالا: يا أسماء، ومن أين علمت أننا نأكل دون أمنا الزهراء؟ يا أسماء، أين أمنا فاطمة؟ قالت: يا حبيبي، إن أمكما نائمة. قال الحسين: يا أسماء، هذا وقت عبادتها وليس وقت نومها. أحس قلب الحسين بالمصيبة، أسرع إلى حجرة أمه، تبعه الحسن. الله أكبر. وصل الحسن إلى أمه، وصل الحسين إلى أمه. الحسن صار يفحص وجه أمه، والحسين انكب على صدرها وهو ينادي: أمه، كلميني قبل خروج روحي من بدني. يقول الإمام الحسن: يقول أمه كلميني، فأنا عزيزك الحسين. ما أجابت. يقول الإمام الحسن: نادى: أخي أبا عبد الله، عظم الله لنا الأجر بأمنا فاطمة. يعني ماتت 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 أمنا فاطمة، والله بس ما يار على عيني يمر النوم، بس مار وبد ما شفت من دنياي، والله بس ما يار عليلة عليلة والضلع مصيوب، والله بس ما يار بس ما يار تون وتجرع بشاس المنية، يا تون تجرع بكاسة، يا المني، يا. تقول: رفعتهما عن أمهما وأرسلتهما إلى أبيهما علي ليخبراه بالذي جرى. خرج الحسن والحسين من الدار يبكيان، ودخلا إلى المسجد وهما باكيان. نظر إليهما الأصحاب وقالوا لهما: ما يبكيكما يا حبيبي رسول الله؟ لعلكما تذكرتما جدكما فبكيتما. قالا: لا يا أوليس، قد ماتت أمنا فاطمة. سمع أمير المؤمنين ما تحمل، سقط على الأرض مغشيا.
جاءوا إليه رشحوا الماء على وجهه، قام أمير المؤمنين أخذ أبناءه بيده وهو يبكي وهم باكيان، وذهبا إلى الدار. دخل على حجرة فاطمة وويلا، وقف عندها ينعاها، يا شايف إمامك ينعى فاطمة، وإياي لأرى علل الدنيا، أرى علل الدنيا علي كثيرة. وويلا يا أمير المؤمنين. وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. غسلها أمير المؤمنين وأسمى تساعده بجلب الماء، تقول خرجت من الحجرة ورجعت وإذا علي قد ترك جسد فاطمة وأخذ ركنا من الحجرة وضع رأسه بين ركبتيه وصار ينشج نشيجا عاليا. قلت له يا أمير المؤمنين أتأمروننا بالصبر على مصائبنا وأنتم تجزعون؟ قال نعم يا أسماء، الصبر جميل ولكن على مثل فاطمة ليس بجميل. إيه والله مو جميل الصبر عن فاطمة. آه يا أسماء لا تلوميني، فقد مرت يدي على ضلعي المكسور. ولي يا بعصرني عصرني واسقط المحسين، وصدر انعاب وكسر ضلعي وجنيني أيست منه، وكسر ضلعي وجنيني أيست منه. ولي على الراوي والشاعر خاطب الإمام علي يقول لي يا أمير المؤمنين إذا على فاطمة ما تحملت كسر ضلع لها فما حالك لما خبرت بكسر أضلاع أبي عبد الله في كربلاء؟ يقول لي ضلع واحد يا علي وهد حيلك، جاء ضلوع حسين شي تسوي لك؟ وويلا ضلع واحد يا علي وهد حالك، جاء ضلوع حسين شي تسوي لك؟ حيدار حيدار يا حيدار يا علي على الزهرة قلبك من فجع، والضلع هدموم هليت الدميع، شلون بيك وكربلاء مو بس ضليع، ضلوع ظلت يا علي تميلك. يلا معي حيدار يا حيدار، ايدك المرت على ضلع البتول ومرت على ضلوع بول يم الخيول، ليش يا مغسلي المظلومة نقول ما جبت لحسين من تغسيلك؟ حيدار يا حيدار. غسلها أمير المؤمنين كفنها، وقبل أن يعقد أزرار الكفن نادى حسن حسين زينب تعالوا ودعوا أمكم فاطمة، أقبلت مفضة معهم. جاء الحسن جاء الحسين جاءت زينب، زينب أمسكت بقدمي أمها فاطمة، وويلاه وزينب
وإذا بالحسن عند صدرها والحسين على صدرها. أمير المؤمنين يقول: أنا واقف عند رأس فاطمة أبكي على حالة أطفالي ينوحون أمهم فاطمة. سمعت زينب تنادي أمه ما أجابت، سمعت الحسن ينادي أمه والحسين ينادي أمه، لكن ما كسر قلبي سمعت كلمة من الحسين قال: أمه كلميني قبل خروج روحي من بدن. يقول أمير المؤمنين والذي نفسي بيده: أنا سمعت فاطمة حنت وأنت وفتحت يديها وضمت الحسنين إلى ضمت الحسنين إلى صدرها، وسمعت هاتفا يقول: يا علي نح الحسنين عن أمهما فإنهما والله قد أبكيا ملائكة السماء. سيد الملائكة شافت وبكت، احنا سمعنا وبكينا، الله أكبر. أقول: أي حال هذا؟ عندما هددها الحسين بكلمة خروج الروح من البدن تحركت وهي ميتة، يعني لما علمت بأن الحسين صار بلا رأس في كربلاء إيش حال فاطمة؟ لذا تقول زينب: خرجت ليلة الحادي عشر لما جمعت الأيتام في كربلاء نحو جسد الحسين وحيدة، رأيت نورا قد لحق من جسد الحسين بعنان السماء، وفيه ملائكة كتائب كتائب ينزلون وهم يقولون: السلام عليك يا أبا عبد الله. وفي ذلك النور ثلاثة رجال وامرأة حققت النظر بهم، وإذا بهم جدي رسول الله وأبي علي وأخي الحسن وتلك المرأة المجللة هي أمي فاطمة. وصلت على جسد ولدها، هذا عالم مكاشفة خاص بزينب. وصلت على جسد ولدها قالت: أبتاه انظر إلى أمتك ما الذي صنعوا بولد الحسين. أبا يا رسول الله، أتأذن لي أن أخضب شعري بدماء ولد الحسين؟ قال: حبيبة اخضبي ونحن نخضب. خضبت شعرها، خضب النبي لحيته، وقفت فاطمة تنعى على ولدها: والله تقل لمن الوالد يا حسين يا ابني، والله يا ابني أنا يا من ريت ذباحك ذبحني. الله أكبر. يلا الشباب طالبين من اليوم العاشوري، ها تقل لمن الوالد يا حسين يا اي والله يا ابني يا ابني يا ابني يا من رأيت ذباحك ذبح، والله اسعدني على ابني يا التحبني نعم نعم فاطمة تبكي على جسد ولدها. يلا نوح ونون معاها، تقلكم يلي تناشدني على من تهمل العاء، ونون لا تبقى ساكت موالي انت، يلي تناشدني على من تهمل العاء، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين، والله حبه بقلبي تظهر بصبها دموعي
أنا مجبور في حبه ولا شوفه بطوعي والله يا ريت قبل ضلوعه انرضني ضلوعي ومن قبل خدات عفرت مني الخدين هذه كربلاء فحي ثراها واخلع النعل عند وادي طواها يا الله